ولا الليال جيرد وحق كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة نفو البقير ويددمين وحل وحي آد هرمرستين أما آد شقيستين بان اللئذين أوفين أنك عمل في سوء جنك يكاسا لباني نارتنا لقفوك يو جيرد ولا الليال وكذن يسري وقف والبمر دونه وكوب ويعد والبكع بدونته ما لغوس وشير مؤغي قف إنك إنك مدوه ماشا أي جيرد وقو إيمان دونته إيا غورتا أو لمن دونه أو إنه مجره جيرد أيها الأحبة في الله متقان عذر قبو متقان وعدل يرى متقان والشيخ متقان والقبين متقان وحي تقان مله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنها ولا يستقدمون أجش مركي تماده سكن الغدر مايو سكن الدبل غدر مايو جيري داس يدا ولا ليال أحد المشايخ وحجر عليه رحمة الله ما رأيت شيئا أشبه بالباطل من الموت شيء رنأ وهذا نبنت أجئك جيري دا ما أنا أركب ويري كل جن وحنا من سنة هنا دمنا إنه هذا نو واحد نو داغف لذا إيه المان كي يقصل كي عيارته إيوه حتى وحيابها كلام مباحة إيه إنه كتشرنه إنه إنه ولي جن دمنا إنه ولا ليال جيري دا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أصحابتي سيئة أحبتي سوودر دار مثل الله نقدره وحونا أورن شري سل من قد صل صلاة مودع تك صلاة نين صلاة سقوتين أيو أو صلاة حد أو تكن أي أيسا صلاة وقدم بينين وحوكنا أورن شري النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هادم اللذات والمعايال كمتك قوية حسوستي سبدية أو كشكية محايير ملغوس وشرم مؤقت إريد كمان تهدد كبا حد يقول هذا إن النبات كجاري موجود هبل وضنها استعجي وحوي هبل شيل بوجلي هبل والجوسو بودي موت الفجأة ما المهوي بضت ولا الليل شليتنا واحترم ميسو وحد بل كفكرت ولا الكي مسلم كأهو هدوء بها نولي هؤجا كبلو إلى النبي الله آدم قال دتك حكي آدم ولا الليل أو الرعات أو الريف موت أو فرعون أو يدك الدنيا دنكو قوقي أو يدك يدك صحيح ما رتيح الحري إسوع عذابي أو يبلكو أو يكوي أهل العلم جاها أو علوم ذيني أين النقاني هذا إنه دروس تكده جيسريني أو يدك منابرتا هي مساجدا يدك كوا عدي ترى أو ولا الله يهل حقي عادين جيرد ما أنت قفك قلبك إذا هذا يسن دقاتين والله أرجع ما يوح قلبك إذا دقاتين يوم جيرد إذا حصوص إنه قفل ولا الليل إلهي سبحانه وتعالى أن نقرن توبة أين كد ذالن تصويفك إيه بالربا ذالي دون هذا أين إسكدين ولا الليل محايا لي ملك موتك ما أنت وكات الله أبصدي وحورا آذي ولا لك انفارحية ولا لك كلام عيدك لا أيو آذي لكن والله مربو عيدك صوت الله بصن دونا هذيك أنا كوي من دونا مركاسا لغي يابا إنا ترى هذا رب رجعون ربي يودب إعلي ساعد أن مال أن بل أن دقيقة أن إعلي وقف كله دونا لكن هيهات هيهات لعلن ما يو انت سؤال الله سبحانه وتعالى كعد داري نبي قوحوير عليه الصلاة والسلام لقد أعذر إلهي وعد داري قفك أول لحدن قارسيي إنك سويسن قيردو أيسن لحدن إيو تضباطن إيا أفرطن إيا كنتن إيا لباطن تون أيسن أقون مرها دادقان قاردي حقنا آتك لقارتي آيادها إلهي كونيقا إياكو الشرعيقا أنا لغوشيقي وحال دونيا إن دار البرزخ إيا دارت آخر الله شقيستو إيا دا لغن نقادا إيا دا لغن راحيستا جنة وحلو شقيست له فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
وحين دق مقلن إلنا أيسن أركن قلبي ابن آدن أوسن ما منن أيا جنة كجرت قفكي جنة أشقيستان اللي بالي فمن زحزح عن الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الناس إن طول الأمل والركون إلى الدنيا ليس من أخلاق المسلم، فالدنيا دار عبور لا دار تعمير، وهي سجن المؤمن وجنة الكافر. قال المولى جل في علاه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال أيضا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أيها الأحبة في الله، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أخوف ما أخاف عليكم اثنان، طول الأمل واتباع الهوى. ألا إن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصدك عن الحق. عباد الله، فما أحوجنا إلى أن نتوقف ونتأمل ونتفكر في مثل هذه الأقوال النفيسة، فنحن في زمن يقود الهوى الحق، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مخاطبا لأهل زمانه، يقول رضي الله عنه: أنتم في زمان يقود الحق الهوى، وسيأتي زمان يقود الهوى الحق. فنعوذ بالله من ذلك الزمان. انتهى كلامه رحمه الله رضي الله عنه. فلا إله إلا الله يا عبد الله، فبسبب طول الأمل تقل الطاعة وتتأخر التوبة وتكثر المعصية ويقسو القلب وتعظم الغفلة، وإنما رقة القلب وصفوته تكون بذكر الموت ومفاجأته والقبر وضمته والثواب والعقاب وأحوال الآخرة. فأوصي أحبابي بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، حيث قال: صلِّ صلاة مودع. وقال أيضا: أكثروا ذكر هادم اللذات. أيها الأحبة في الله، فإن الموت وفاة كل حي عند انتهاء أجله. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، وهو الانتقال من دار الدنيا إلى البرزخ، وهو أعظم مصيبة تصيب الإنسان. فإذا حل فناء قوم أفقر دارهم وأنكث قواهم وأنقص عددهم وفرق شملهم وأقض مضجعهم وفجع الأنيس والغريب ويتم البنين والبنات، ولهول تلك المصيبة العظمى والرزية الكبرى سماه الله تبارك وتعالى مصيبة. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فالدنيا يا رعاكم الله دار أحزان وهموم ومصائب وغموم، ويكثر فيها ابتلاء الإنسان. يقول المولى جل في علاه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. عباد الله، فإذا ألقت المنية عصاها عند امرئ ضاق الفضاء ونفذ القضاء ولن ينفع الدواء ولا رغية الشفاء، قال ربي وربكم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال أبو العتاهية شاعر الزهد والحكمة: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دعاء مكروه أتى، ما للطبيب يموت بالذي
قد كان يبرئ جرحه فيما مضى، ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. أيها الأحياء الغافلون وأنا أولكم، أيها الأحياء الغافلون، ليس للموت عمر معلوم ولا مرض معين، فكم من صغير دفن وشاب رمس وشيخ عمر ومريض شفي وصحيح توفي، ولا تقل السبا فيه امتهان، وفكر كم صغير قد دفنت ولا مفر منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، وليس له مدفع ولا ملجأ يقيك، ولو حصنت بكل وسائل السلامة، فإنه يأتي لكل محتجب ولا يستأذن، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وليس له مكان معلن، كل منا لا يدري أين مصرعه، لا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إنه باب كل ناس داخله، وكأس كل حي شاربه، لا يميز بين صغير وكبير، ولا غني وفقير، ولا أمير ووزير، ولا عالم وجاهل، ولا بر وفاجر، بل ولا مؤمن وكافر. قال المولى جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول ابن وردي رحمه الله تعالى: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل، أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. عباد الله، فالله الله بالتوبة إلى الله قبل أن يعض الرجل منا يداه ويقول يا ويلتاه، وقبل أن يقول المذنب والمفرط وحسرتاه، وقبل أن يقول الشاب وشبابه، وقبل أن تقول المرأة وخجلته، وقبل أن يقول الشيخ الكبير وشيبته، وقبل أن يقول الشيخ الكبير وشيبته،